هنا ماسبيرو، ده مش اسم برنامج جديد ولا بنعلن عن نفسنا ان احنا فعلا هنا. ماسبيرو من مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون. دي اسم مبادره جديده او خطه جديده لاعاده هيكله ماسبيرو اللي المفروض يكون صوت مصر الحقيقي للعالم كله، الصوت المفروض للدولة أو جمهورية مصر العربية اللي بيتكلم باسمها وبيسمع صوتها للعالم وبيوضح صورتها الحقيقية قدام العالم، قدام أكاذيب بتشعها كتير من القنوات وبتمولها كتير من الدول والجماعات والميليشيات. ده اللي المفروض الحال اللي يكون عليه ماسبيرو، مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون اللي كان هرم رابع من اهرامات مصر العريقه. مش هنتكلم عن تاريخ مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون لانه اكيد اغنى واكبر من اننا نقعد او يعني نعد في هذا التاريخ ونمجد فيه، مش هنقعد نقول زي الفراعنه احنا كنا 7000 سنه حضاره، لكن هنقول ان عندنا مشكلات كتيرة، عندنا عقبات، عندنا مشكلات بتتميز في أو أبرزها في مشكلات الموازنة اللي بتحصل عليها من وزارة المالية من خلال الأجور فقط. بقى بند الموازنة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون مخصص فقط لبند الأجور اللي هو 3 مليار جنيه من موازنة الدولة سنويا لأجور العاملين فيه، وما فيش أي بنود أو مستحقات أخرى لماسبيرو اللي هي يعني إلزاما تكون 7 مليار جنيه لإنتاج برامج أو إنتاج أعمال درامية اللي كان بيتميز بيها طبعا قطاع الإنتاج لاتحاد الإذاعة والتلفزيون في السنوات الماضية. في الستينيات والسبعينيات كنا بنشوف أهم الأعمال في السبعينيات والثمانينات، رأفت الهجان، جمعة الشوان، أو دموع في عيون وقحة، فوازير رمضان، كل الكلام ده كان من إنتاج قطاع الإنتاج أو من إنتاج اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكان من هنا كان في شغل لكل الناس وللموارد البشرية الموجودة في المبنى ولكل طبعا الآلات والمعدات، وزي ما بنقول الموارد البشرية واللوجستية كلها كان بيتم استغلالها أحسن استغلال. دلوقتي طبعا ماسبيرو بقى رجل مصر المريض، والجميع بيتكلم عن أنه بقى عبء على موازنة الدولة وعبء على مصر، وأن القنوات الخاصة منها إحنا طبعا أكيد مش ضدها لأن معظمنا اشتغل فيها، معظمنا اشتغل في قنوات خارجية، ومعظم أبناء ماسبيرو هم اللي بيديروا القنوات الأخرى والفضائيات الآن، القنوات الخاصة، لكن احنا بنتكلم عن دعم اتحاد الإذاعة والتلفزيون عشان يرجع تاني لصوت جمهورية مصر العربية، صوت الدولة وصوت الشعب. ده اللي هنتكلم عنه النهاردة من خلال الخطة أو المبادرة اللي طرحها أعضاء من لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب علشان خطة لإعادة هيكلة ماسبيرو أو إنقاذ ماسبيرو من خلال مبادرة هنا ماسبيرو. وموضوع حلقتنا النهاردة هو كيف يمكن دعم خطة هنا ماسبيرو التي أطلقها نواب البرلمان لدعم التلفزيون المصري. يمكن فتحنا الملف مع حضراتكم، تقدروا تتواصلوا معنا النهاردة من خلال همزة وصل، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، وسكايب، وإنستغرام على همزة وصل إي جي. خلينا قبل ما نبدأ الحوار ونقاش نروح نشوف مجموعة من المعلومات والنقاط اللي هيتمحور حولها نقاشنا النهاردة في همزة وصل، ونفتح ملف هنا ماسبيرو.
كان في دعوة وجهت من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب. الدعوة وجهت لوزير التخطيط أو وزيرة التخطيط الحالية ووزير المالية ثم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الأستاذ حسين زين، ولم يحضر الوزيران مع الأسف، وكان في طبعا غضب من أعضاء اللجنة علشان كان المفروض المزمع مناقشة هذه الخطة في هذا الاجتماع. محاور الخطة ويعني هنتكلم في أهم ملامحها والرؤية لإعادة هيكلة ماسبيرو هنتكلم عنه النهارده، لكن خلينا نروح لاولى تعليقات اللي وصلت لنا على مواقع التواصل الاجتماعي. واليك يا الاء. حنان، اهلا بكم مشاهدينا. اعتزاز وتقدير كبير يحمله مشاهدونا تجاه هذا المبنى العريق، مبنى ماسبيرو وتاريخه الطويل كما ذكرت حنان، وهم بالفعل يتضامنون مع ماسبيرو ومع هذه الخطه هنا ماسبيرو لاعاده احياء ماسبيرو والتضامن معه في هذه الفتره من خلال عده مقترحات، لعل ابرزها هو اعاده قطاع الانتاج للعمل مره جديده حتى يحيا معه ماسبيرو من جديد كما ذكرت في البدايه حنان. ننتقل الى أولى التعليقات معنا. أبو علي نصر خليفة يقول: يمكن دعم خطة هنا ماسبيرو التي أطلقها مجلس النواب لدعم التلفزيون المصري من خلال إعادة وهيكلة قطاع الإنتاج لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، كما يجب على الإعلاميين تقديم البرامج الهادفة والمهنية والمتنوعة والمفيدة لشباب الوطن ونهضته، وليس كما نرى من بعض البرامج أو القنوات إثارة الفتن والبلبلة في البلاد من بعض الإعلاميين بالقطاع الخاص، فيجب دعم القنوات الوطنية كما يجب وضع رقابة صارمة على الإنتاج التلفزيوني من برامج ومسلسلات وأفلام وغيرها. وشكرا لأسرة البرنامج، شكرا أيضا أبو علي. شريف محمد يقول: دعم خطة هنا ماسبيرو يتم من خلال إعادة إحياء دور قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وطالما قدم هذا القطاع الكثير من الأعمال الهادفة والتي ذاع صيتها في مصر والوطن العربي، وبكل وضوح فلقد ساهم تراجع قطاع الإنتاج في أن تطفو على الساحة بعض جهات القطاع الخاص والتي لم تكن مؤهلة لسد الفجوة، الشيء الذي كان من شأن أن يكون للدراما التركية على سبيل المثال كما يقول شريف، موت قدم في الوطن العربي. أما أيمن الأنصاري فيقول في مجمل تعليقه: نعم، دعم هنا ماسبيرو من البرلمان ونواب الشعب وجميع مؤسسات الدولة لندعم المبنى العريق الذي أخرج أجيال من ماسبيرو ويحظى هذا المنبر الإعلامي بتاريخه الطويل بأكيد دعم لهذه الأجيال أيضا الحالية. إذن حنان، كما تبعت معي هذه أول مجموعة من الآراء التي وردت إلينا عبر صفحة البرنامج والتي بالطبع كلها تتضامن مع ماسبيرو وهذه الخطة والمبادرة هنا ماسبيرو. ما زلنا في غرفة المتابعة الإلكترونية نتواصل ونستقبل كل الآراء لنعود ونستعرض مجموعة جديدة منها، ولكن الآن إلى بداية الحوار والنقاش مع ضيوفك الكرام عبر الهاتف. إليك يا حنان. بشكرك يا لاب، نشكر كل مشاهدينا واللي بالفعل بيدعموا ماسبيرو، لأنه كلنا الأجيال، الجيل إحنا والأجيال كلها السابقة تربت على ماسبيرو وعلى إنتاج اتحاد الإذاعة والتلفزيون. خلينا نروح لمجموعة من الاتصالات الهاتفية مع صناع القرار والمسؤولين. معنا على الهاتف الأستاذ جمال الشعر الكاتب والإعلامي ووكيل الهيئة الوطنية للإعلام، والأستاذ الدكتور عادل صالح أستاذ الإعلام السياسي بالجامعة البريطانية. خلينا نبدأ مع أستاذ جمال الشعر. بنرحب بحضرتك في البداية أستاذ جمال. أهلا وسهلا أستاذة حنان، سنة طيبة وحضرتك طيب، رمضان كريم. وهنا ماسبيرو المبادرة اللي تقدم بها أعضاء لجنة الإعلام والأثار والثقافة بمجلس النواب، ويعني تقريبا أولى العقبات اللي بتواجه ماسبيرو في الوقت الحالي هي الديون الواقعة على عاتق ماسبيرو، واللي بتخليه طبعا انه في موقف صعب جدا، لاننا بنتلقى موازنة من وزارة المالية بتتمثل فقط في الأجور للعاملين، وما فيش اي بند زي ما حضرتك اكيد عارف لانتاج لا برامج ولا دراما زي ايام العصر الذهبي لماسبيرو. فمن الجاني؟ هل ماسبيرو مجني عليه ام الجاني؟ ماسبيرو قادم إن شاء الله، وماسبيرو قادم بقوة، وسوف يحقق في الفترة القادمة نجاحات كبيرة على المستوى المحلي والعربي والدولي. عندنا تصورات طموحة جدا تواكب طموح مجلس النواب ولجنة الثقافة والإعلام، مشكورين محييهم جميعا على دعمهم لماسبيرو،
وأحيي جمهور المشاهدين والمتابعين عبر أدوات التواصل الاجتماعي مع قناة النيل للأخبار لهذا التأييد الرائع. ولكن نقول للسادة المسؤولين سواء في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء، تعاطفك وحده لا يكفي. نعم. يعني مسألة مهمة جدا هذا التعاطف. طب. لابد أن يترجم هذا إلى برامج عملية وتحميل مسيره بثلاثين مليار جنيه عبر سنوات فيها تراكم للفوائد، والدين كان 8 مليارات أصبح 30 مليارا. فنحن أمام مشكلة لابد أن تحل، وهي مشكلة الديون، وأعتقد إنه التفاوض قائم مع مجلس الوزراء ومع مجلس النواب لحل هذه القضية، وكل أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس الهيئة يحاول بقدر الإمكان حل هذه المشكلة. طيب أستاذ جمال، يمكن المشكلة دي وهي الأبرز في مشاكل أو عقبات ماسبيرو برؤية للماركتينج أو للتسويق الإعلامي ببساطة، وأنا أحد دارسي يعني مع الإعلام، أنه في لو في بيتوفر بند لموازنة الإنتاج كان من هنا هيبقى المبنى فعلاً قادر على أنه يستغل الموارد البشرية واللوجستية اللي جواه واللي بداخله، ويقدر ينتج أعمال زي زمان، ومن هنا يقدر يسدد أو يجدول ديونه إلى حد ما. فرأي حضرتك في الرأي ده؟ طبعا يعني دي مسألة محسومة، لأنه الاستثمار في الإعلام يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وضخمة، والمنافسة صعبة جدا. طبعا. والمليارات تصرف في القنوات الخاصة على الإنتاج الدرامي وعلى البرامج وعلى الإبهار اللي طوال الوقت يعني يستحوذ على اهتمام الناس، لكن احنا خاصة عندنا البصري أخرى. البصري قبل المضمون يعني. صحيح. نعم. احنا عندنا مهمة أخرى، مهمة متعلقة بإعلام الخدمة العامة. نعم. إعلام هذا الشعب وهذا الوطن. باختصار شديد، أنا متصور أنه كل توجهاتنا الآن في ماسبيرو، وأنا أحيي كل الزملاء في كل القنوات، لأني ألمس تطورا وبصمات وإضافات إشارات ضوئية أنا حسميها، أن طوال الوقت في محاولة لإنتاج بروموهات، إنتاج برامج، تحسين الصورة، النزول إلى الشارع، عمل تحقيقات، كل هذا في الاتجاه الصحيح تماما. نحن لن ننتظر حل مشكلة الديون والمشكلة المادية، ولكننا قادرين إلى أن تحل هذه المشكلة أن نصنع إعلاما جذابا ومهما. والتلفزيون المصري كان طول عمره البرامج عبارة عن الاستوديو البسيط، بس بحسن اختيار الضيوف وحسن اختيار الموضوعات والنزول بالكاميرات إلى الشارع وعمل برامج. أشهر برامج التلفزيون كانت في الشارع بكاميرا واحدة وعملت نجاحات كبيرة جدا. احنا عندنا انجازات مهمة موجودة على الارض، وبالتالي من الانصاف ان طوال الوقت برامج حضرتك يا استاذ جمال وبرامج ناس كتيرة جدا، اسماء كبيرة جدا في مجال الاعلام، كانت كلها يعني محطات مضيئة في من انتاج الاتحاد. احنا يا حنان عاوزين نكمل ان احنا ننطلق الى المحافظات والقرى والمراكز والنبوع، في قوافل، في حراك موجود في المجتمع، هل يرصده الإعلام؟ أنا أعتقد رصده ليس على مستوى الأحداث. في قوافل ثقافية بتتجه الآن إلى صعيد مصر، وكنا في بني سويف من يومين، والقافلة كان فيها رموز الدكتور أسامة الأزهري والفنان إيمان البحر درويش والمخرج خالد يوسف وأسماء كبيرة، وكلها رايحة تتواصل مع أهالينا في بني سويف. إذن إنه هذا الحراك الثقافي سيترجم في دعوة إلى مهرجان في بني سويف مهم سنويا يغطيه الإعلام، فيعمل إضاءة، فيجيب الناس إلى هناك، يحصل حراك اقتصادي، تنتعش الحياة، تنتعش الزراعة، النباتات بتاعتهم الطبية والعطور، يبقى في مهرجان للنباتات والعطور وما إلى ذلك. الدمياط وافتتاح المدينة الأساس بالأمس، ده حدث مهم جدا. طبعا. ونموذج مهم لابد أن نعمل عليه.
احنا وظيفتنا في الاعلان حضرتك بتقصد انه نعمل عليه بعد الحدث نفسه بعد ما نقلناه بالفعل بالامس ان احنا نكمل ونعمل عليه ونتابع تطوراته. اشكرك. يعني فعلا هناك. هذا هو المفروض ان المتابعه والدخول في التفاصيل والنزول الى الشارع ومواكبه التطورات على الارض، انه يعني هل فعلا في مشاكل بيقابلوها المستثمرين، الصناع، الزراع، في اي مجال نقدر نساعدهم. نحن على اعتبار همزه وصل اسم برنامج الاعلام المصري ومسؤوليته هو همزه وصل بين الشعب وبين المسؤولين. نعم استاذ جمال الشاعر الكاتب الاعلامي الكبير طبعا ووكيل يعني الهيئه الوطنيه للاعلام، ارجو ان تبقى معنا. خلينا نروح للاستاذ دكتور عادل صالح استاذ الاعلام السياسي بالجامعه البريطانيه. دكتور بنرحب بحضرتك معنا. برحب بك يا استاذ حنان، واسمحي لي ان انا احيي الصديق العزيز الاستاذ جمال الشاعر. طب حضرتك بتشوف ازاي مبادره هنا ماسبيرو وتعليقا ايضا على كلام الاستاذ جمال الشاعر؟ يعني احنا الاثنين بننطلق من خلفيه واحده واتجاه واحد، وهو ان الاعلام الخدمه العامه هو اعلام يعني ضروره وامن قومي. وانا اعتقد الاجابه على سؤال حضرتك في ان الاعلام او مسيره جاني ام مجني عليه، اعتقد ان مسيره جاني ومجني عليه في نفس الوقت. عندما نقول جاني فانا بعتقد انه هذه التعددية اللي موجودة في القنوات التي لا يشاهدها أحد أحيانا، نحن نحتاج إلى جرأة في الطرح ونحتاج إلى جرأة في إعادة الهيكلة. ولما أقول إعادة الهيكلة لا أعني أبدا الاستغناء عن أي أو تسريح الموظفين عشان ما حدش يزعل. بالضبط خالص هذه قضية محسومة. كلهم يعني قامات وكلهم إحنا محتاجين حسن استغلالهم بطريقة بالزبط. لوجستية علمية بحتة. ولما يقول أستاذ جمال مثلا محتاجين نتحرك ونغطي، مين اللي هيغطي غير إذا كنا نعيد هيكلة الناس وتشتغل كلها وننافس وننتج؟ يبقى هنا هذا هو الهدف اللي إحنا بنقول انه مسيره احيانا يكون جاني لانه متاخر في اتخاذ قرارات مهمه جدا في رفع مستوى الاداء وتحسين خدمه ما يقدم في الاعلام المصري عشان ننافس. ما هو مش هننافس بالكلام، لن نتغنى بالتاريخ والمجد وغيره، لا احنا خصوصا ان المنافسه شرسه جدا. نعم، وخصوصا ان المنافسه دلوقتي شرسه جدا. المنافسة شرسة، تحتاج أن نستجمع كل قوانا، أن نحسن المحتوى، أن نستعيد ثقة المشاهد والمواطنين في إعلام الخدمة العامة التي يقدم في مصر. طب مجني عليه يا فندم، حضرتك قلت جاني ومجني عليه. مجني عليه، وأنا بتفق مع حضرتك في دي، لأنه أحيانا الحكومة والجهات التنفيذية ليس لديها رؤية واضحة في الهدف من اعلام الخدمه العامه، يتعاملون احيانا مع اعلام الخدمه العامه كما يتم التعامل مع مشروع استثماري، وهذا ليس صحيحا. هو خدمه زي التعليم وزي الصحه، عندما تستثمر الدوله في التعليم وتستثمر في الصحه فهي تستثمر في تنميه البشر. ايضا الاعلام هو احد الاضلاع المهمه جدا لتنميه البشر. نعم. الاعلام مع التعليم هما المكونان الاساسيان للوعي والراي في البلد. فاذا لم تاخذ الحكومه بهذا المنظور في تخصيص موازنات تتلائم مع ما ينفق في الإعلام فهي جانية عليه. أيضا هناك التمويل الذاتي للإعلام، لماذا لا تتحرك الحكومة ويتحرك مجلس النواب لإقرار قوانين أهمها مثلا زيادة تعريفة المشاهدة، وده حاجة مأخوذ بها في العالم. يعني ما أتكلم عن التجربة الألمانية، أنا بتكلم عن إعلام ممول من دافع الضرائب وإعلام خدمة عامة، وبالتالي مش معقول ابدا هنتكلم على ملاليم هي رسوم المشاهده في زمن يصرف فيه المصري شهريا يعني عشرات الجنيهات على الموبايل وغيره من التطبيقات الحديثه. اذا خصص مثلا جنيه واحد بس شهريا انا اعتقد ده هيفرق كتير مع الاعلام المصري واعلام الخدمه العامه. كنوز ماسبيرو اللي موجوده في مكتبات ماسبيرو كلها ممكن يتم استغلالها بطريقه تسويقيه اعلاميه جيده جدا. حضرتك استخدمت مصطلح التسويق، والتسويق هنا يتعلق بتسويق
التراث ويتعلق بتسويق العاملين ويتعلق بتسويق المحتوى، كل ده في اطار منظومه. وانا واثق يعني ليس عيبا دلوقتي ان الماتيريال دي كلها بتتباع نظير دقائق المشاهده والبث الحصري لمبنى ماسبيرو علشان يقدر يمول، يبقى في تمويل ذاتي، لان احنا فعلا في مرحله محتاجين فيها ان احنا ما نكونش عبء على الدوله ونقدر نعمل ده بنفسنا. هو حضرتك يعني التجربه الالمانيه تعتمد على ان هناك تمويل ذاتي من القنوات، مع ان الحكومه كمان موفره او البرلمان يوفر اطار تشريعي يضمن تحصيل نسب او موارد معينه من المشاهده. يعني بنشتغل على كل المجالات. نعم. هو اداره رشيده، هو انتاج كف، هو التوسع في الانتاج، هو التسويق الجيد، مع دخل ثابت من اما مخصص من موازنه الحكومه او من الدافع الضرائب بتشريعات تضمنها الحكومة ومجلس النواب. بنتمنى ده، وإحنا عندنا أمال عظيمة الحقيقة بعد تشكيل يعني الهيئة الوطنية للإعلام، وإن شاء الله يعني بنأمل ده في القريب العاجل. أستاذ دكتور عادل صالح، أستاذ الإعلام السياسي بالجامعة البريطانية، بنشكر حضرتك جدا. خلينا نتوجه مرة أخرى للأستاذ جمال الشاعر وتعليق أخير. أستاذ جمال، يعني احنا بنتكلم عن قناة النيل للأخبار مثلا، لو اتكلمنا عنها كمثال، وقناة النيل الدولية والنايل تي في وهي بتتحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية، من يقول انها المفروض بتصل لمتحدثي العربية في العالم كله، ولكنها مع الأسف طبعا علشان الميزانيات وتمن الكابل والتوصيلات والكلام ده لا تصل إلا داخل حدود مصر. يعني اعتقد ان عندنا استراتيجية، وكلمة استراتيجية هي كلمة متعلقة بالخطط الطويلة على المدى الطويل والاجل الطويل، وعندنا خطط قصيرة. الخطط البعيدة المدى انه الاعلام المصري يصل الى اوروبا وامريكا. على فكرة قناة النيل الاخبار بتصل الى قارات العالم، يعني بتصل مفروض يعني ان تصل المفروض، بس اوقات لما ما بيدفعش امريكا الرسوم تقريبا ما بتوصلش يعني لكن هيحصل. انا بطمنك لحاجه، احنا معانا خبراء عالميين في عالم الاتصالات، وهيحصل نقله نوعيه في تكنولوجيا الاتصالات في ماسبيرو في الفتره القادمه. شاشات النيل للاخبار هتتغير، وهيحصل دعم تكنولوجي كبير، المراسلين هيحصل لهم دعم مهم جدا، المذيعين هينطلقوا الى دورات تدريبية هيشارك فيها خبراء من العالم. ما تنسيش ان احنا عندنا شراكة مع الاي بي يو اتحاد الاذاعات الاوروبية، عندنا شراكة مع اتحاد الاذاعات العربية، وفي مؤتمر قادم للصحافه العالميه. عندنا شراكات مع كل التلفزيونات الاجنبيه يا استاذ جمال. صحيح. يعني بي بي سي ودويتش فيل، وانا اشتغلت في الاثنين الحقيقه، يعني هناك في لندن وفي المانيا، وكان في الدورات بتعقد هنا بانتظام، ولكنها مع الاسف اتوقفت يعني او توقفت من فتره. هيحصل طفره في مساله التدريب والانفتاح على الخبرات العالميه وتبادل الخبرات، والطفره الثانيه على المستوى التكنولوجي، والطفره الثالثه على مستوى المحتوى، انه يكون قريب من الناس ويكون فيه ابداع. يعني انا برضو مش عايز الناس تتصور ان احنا هنبقى اعلام خدمة عامة، يعني اعلام خالد دسم، ويعني اللي هو ايه مش منافس. لا، احنا هنبقى اعلام منافس ومبدع، ومحدش يقول لكده، لانه فهم عبد الحميد الله يرحمه لما عمل فوازير رمضان كان بيعملها باللا شيء، الامكانيات كانت يعني تقريبا صفرية، ومع ذلك اخترع فوازير رمضان وهكذا. يعني فالقدرة على الابداع في ماسبيرو متواصلة. مسألة بس الدكتور عادل أنا بحييه، مسألة الدعم من الدولة، أنا عاوز بس هنا أفصل بين حاجتين. لابد أن يقر في وجدان الناس أن هذا إعلام خدمة عامة، يعني غير مطالب أنه يكسب ويغطي نفسه. لا لا، المفروض أن الموازنة القادمة من المواطن ومن الدولة، اما انه يكسب علشان يطور نفسه ويعمل نوع من التحديث والاضافه زي البي بي سي بالملي. هم عندهم 60% من دخلهم من الدوله و40% من بيع الانتاج الثقافي والاعلامي، واحنا لن نخترع العجله، هنقدر نعمل منافسه كبيره. احنا كنا ثاني اذاعه بعد البي بي سي،
سنة 1934، كل سنة طيبة. احنا في السنة دي خلاص مايو، فبنحتفل بعيد الإعلاميين. كل سنة وكل الإعلاميين طيبين، ومسبيرو قادم ومنتصر ومتألق ومنافس. منشط كبير أخذناه من حضرتك، وعلى يعني هنبني عليه أملنا العظيمة زي ما قلنا، يعني بدأت تتكون وبتكبر مع تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، الأستاذ الكبير جمال الشاعر الكاتب والإعلام الكبير، ووكيل الهيئة أو يعني الهيئة الوطنية للإعلام. نشكر حضرتك جدا، وخلينا نروح لمجموعة أخرى من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإليك مرة أخرى ألاء. هنروح لألاء ونشوف يعني التعليقات اللي وصلت لحد دلوقتي بعد طبعا المكالمات الهاتفية، وفي هذا التوقيت إيه يعني التعليقات اللي وصلت لنا إليك يا آلاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. بالفعل حنان ما زالت ترد إلينا الأراء التي ما زالت تعلق الأمال الكثيرة على هذه المبادرة هنا مسبيرو، لدعم مسبيرو وإعادته إلى مكانته الطبيعية مرة أخرى وإلى الريادة. نستكمل معكم عرض مجموعة جديدة من هذه الأراء. معنا محمود الضو يقول يعني في مجمل تعليقه أنه يؤيد هذه المبادرة وهذه الخطة لإحياء ودعم مسبيرو من جديد، وأنه يجب على الدولة بالفعل دعم وتبني هذه المبادرة. محمد مرعي أيضا يقول الجميع يشتاق لعودة التلفزيون المصري لدوره الريادي والأخلاقي في نشر الوعي المجتمعي ودعم الدولة المصرية، ولابد من دعم التلفزيون المصري عن طريق إعادة هيكلته إداريا وماليا وعودة دوره الإنتاجي مرة أخرى، وأرى أن التلفزيون المصري به من الكوادر الرائعة ما يؤهله لاستعادة هذا الدور. أشرف فاروق يقول أيضا مسبيرو تاريخ من العطاء، وهو في مرحلة يحتاج التطوير والتميز حتى يجذب الجماهير ويلتف حوله كما حدث في الماضي عندما كان وعي وضمير الأمة بوطنيته وثقافته وعلمه وفنه. فهل يستطيع مصنع متميز من السبعينات أن ينافس في إنتاجه نفس مصنع حديث متطور تكنولوجيا الأمس قاعدة لتكنولوجيا الحاضر؟ ونحن هنا نطالب بالتطوير والتحديث المستمر عن طريق متخصصين لكي ننهض بالمجتمع ومؤسساته. أحمد فتحي أيضا يقول مسبيرو تاريخ من التراث والفن الراقي، وهو في مرحلة يحتاج التطوير والتميز حتى يجذب الجماهير ويلتف حوله كما حدث في الماضي عندما كان هو ما يشكل وعي وضمير وثقافة المشاهدين والمجتمع بأسره. إذن حنان أيضا مجموعة أخرى من الآراء التي ما زالت تدعم مسبيرو وتطالب بدعم الدولة أيضا له في هذه الفترة. بالطبع ما زلنا في غرفة المتابعة الإلكترونية نتواصل مع مشاهدينا نستقبل منهم كافة الآراء. ربما نعود مرة أخرى لاستعراض مجموعة جديدة منها، ولكن الآن نعود من جديد إليك يا حنان. بشكرك لا، وبنشكر كل مشاهدينا اللي تواصلوا معنا، وبنستكمل مع حضراتكم هنا مسبيرو. مسبيرو قادم، وآراء حضراتكم هنشوف إلى أي مدى هي مع هنا مسبيرو جاني أم مجني عليه في التقرير اللي جاي. أنا من وجهة نظري الدعم، يعني مثلا لما ندعم مسبيرو بالفلوس أو يعني يبقى عنده فلوس كتير هيجيب مذيعين كويسين، هيبقى عنده إمكانيات كويسة هتساعده إن هو يبقى كويس، وهيناقش كمان قضايا كويسة تخص المجتمع وتخص الشعب. المفروض يعملوا له مثلا ميزانية كبيرة زي الميزانيات اللي احنا بنشوفها بيعملوها، يخصصوها لأماكن معينة، مش عايز أقول بيخصصوا لمين يعني، وعشان ينهضوا بيه. هو بالطريقه دي تدعم مسبيرو. التلفزيون المصري هو تلفزيون الدوله، ولازم نقف معاه، بس يكون على مستوى الفضائيات اللي هي ايه الخاصه، ويكون مستوى اعلى من مستويات الفضائيات كمان، ويوصل الرساله بتاعتنا كمصريين الى دول العالم كلها. مصر غنيه جدا بالاعلاميين ورجال الاعلام اللي هم الموجودين في مصر، ممكن دول ياخدوا الخبرات بتاعتهم ويستفيدوا منهم، وفي نفس الوقت بأساتذة الجامعات ممكن يستفيدوا منهم وبخبراتهم، ويدعموا التلفزيون المصري ويعيدوا مكانته الأولى. مسبيرو دي يعني معنى الإذاعة والتلفزيون، يعني إعلان، يعني حاجة مرئية ومسموعة،
لازم توصل للناس بصورة صحيحة، أديها الدعم الكامل ماديا وماليا وبشر وتنمية، والناس مثقفة تقدر توصل للشباب اللي جاي الفكر اللي هو المطلوب يمشي عليه كدين كثقافة كإعلام. نظام إدارة تقنين كده، وتطلعوا العمال اللي هم فوق السن اللي خلاص كده خلصوا مستشارين الحاجات دولت، ونطلع الكوادر الجديدة الشباب. تابعنا بعض من آراء حضراتكم والمقترحات لنهوض بمسبيرو ومبادرة هنا مسبيرو. خلينا نروح لجولة أخرى من الاتصالات الهاتفية. معنا على الهاتف الأستاذ جلال عوارة، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، ومعنا أيضا دكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. خلينا نبدأ مع سيادة النائب جلال عوارة. سيادة النائب والزميل السابق بالنيل الأخبار أستاذ جلال، مساء الخير. مساء الخير أستاذ حنان، ومساء الخير لكل حضراتكم. كنت من مقترحين في مبادرة هنا ماسبيرو، وكان رأيك أو من تصريحاتك أنه ماسبيرو ضحية للبيروقراطية أو سوء البيروقراطية، وأنه مظلوم وليس ظالم ومجني عليه وليس جاني. بالتأكيد كل ما ذكرتيه حضرتك، وأيضا أن ماسبيرو تعرض لمؤامرة من الإعلام الذي يهدف للربح حتى يتم الاستحواذ على كعكة الإعلانات في مصر التي تذاع عبر وسائل الإعلام المختلفة، واللي بتقدر بأكثر من 5 مليار كل سنة، 5 مليار جنيه كل سنة. فطبعا كل ده لابد أن يضع في الحسبان. الحقيقة لما بنقول مسيره لابد أن يعود، قصدنا مش أنه يعود أنه هو ينافس، لكن لا يعود حتى ينافسه الآخرون، لأنه يمتلك من الإمكانيات البشرية ومن الإمكانيات التقنية ما يؤهله لهذا، ويمتلك خبرات كبيرة للغاية. لكن الوضع الحالي الحقيقة لا يعبر في حال من الأحوال عن قيمة مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون أو قيمة قنواته وقيمة خبراته. مشكلات ماسبيرو أكيد يعني حضرتك أكتر الناس دراية بيها أستاذ جلال. بنتكلم في الموازنة، وإنه ما فيش موازنة طبعا للإنتاج. بنتكلم في قوة بشرية كبيرة جدا يجب أن توظف بشكل كبير، ولكنها بقت عبء على الموازنة وعلى المبنى. علشان كده كتير بيتكلموا عن أنه مبنى ماسبيرو طبعا مليء بالموارد البشرية غير المستغلة. ملامح هذه العقبات من وجهة نظر الحقيقة. خلينا أقول لحضرتك بحسبة بسيطة عشان الناس أو المشاهدين غير متخصصين في مجال الإعلام يبقوا عارفينها كويس. مبنى ماسبيرو الآن يشبه مصنع لإنتاج مثلا يعني النسيج. تمام. المصنع فيه العمال، فيه المهندسين، وفيه المكن. وحضرتك ما بتودلوش غزة، هيبقى وضع المصنع إيه؟ العمال هيقعدوا، المهندسين هيقعدوا، والمكن هيبطل. طب كده يا فندم؟ طب لما تيجي حضرتك تقولي لي انا بدفع اجور للمهندسين والعمال كل شهر قد كده عشان يتم فقط الاحتفاظ بيهم، ولكن مفيش عمل، مفيش عجله للدوره. عندك في اراء ثانيه هيقولوا ايه؟ ازاي بندفع كل شهر 1000 جنيه للناس اللي بيشتغلوا في المصنع الفلاني وهم ما بيشتغلوش؟ يا سيدي حاسبهم، انت اديتهم اصلا ينتجوا ما انتجوش. هناك سوء اداره واضحه على مدار سنوات طويله وصلت بالمبنى الى ما وصلت فيه، وآن الأوان. نتكلم أيضا كمان عن عدم اهتمام من الدولة نفسها يا أستاذ جلال، وخصوصا يمكن في المرحلة طبعا اللي فاتت، وإحنا بنتكلم في 5 أو 6 سنين، مشاكل عديدة جدا بعد ثورتي يناير دي مسألة لازم توضح جدا عشان برضو تبقى الأمور واضحة. تمام. خلينا نقول إن إحنا من سنة 2011 عشنا عدة سنوات بعدها في اضطراب سياسي، وهذا تفصيل صحيح ودقيق. هل انعكس هذا على الاهتمام بمسيره؟ نعم، الإجابة نعم طبعا. وترك المجال كاملا للإعلام المستقل والإعلام الخاص على الإجابة نعم على حساب مسيره. أيضا الإشكالية الأكبر، إيه أهمية مسيره؟ هل أهمية مسيره، معلش يعني مع تقديري طبعا لكل العاملين فيه وأنا واحد منهم، هل هي مسألة اجتماعية عشان نحافظ على حقوق عمال مثلا؟ لا بالطبع، لا. ده أمن قومي. طب لابد أن يكون للدولة صوتا قويا يعبر عن الدولة، ده سلاح استراتيجي للدولة. الأمر الآخر، لابد أن يكون للشعب المصري الذي يمول هذا المبنى منابر ثقافية وتنويرية من خلال هذا المبنى غير هادفة للربح. وخلي الكل يسأل نفس السؤال،
انا لو عملت محطه بكره محطه باسم راس مالي، الا ابقى قاصد ان انا انفق عشان انا عاوز يعني اعمل خدمه للوطن كده فعل خير، ولا انا بعمل المحطه عشان اهدف للربح، عاوز اكسب هدفها للربح بتب. طبعا طبعا الا مبنى مسيره، مبنى مسيره هو لتنوير الشعب المصري، هو لاطلاع الشعب المصري، هو لتثقيف الشعب المصري، هو لكل ما يقدم حتى للتسليه والترفيه. التلفزيون ده مش هو اللي كان بيعمل مسلسلات، مش التلفزيون اللي انتج ليالي الحلميه؟ طبعا ليالي الحلميه، رأفت الهجان، المال والبنون، المال والبنون، الهجان، طريق الائلات، حتى فوازير رمضان، دموع في عيون وقحه، كلها محطات محمد صبحي ونيس. ونيس ونيس اللي كان في الناس بتستناه، اللي كان بيقدم قيم، مش ده مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون؟ على فكره هو ما كانش هدف الإرشاد والتنوير والتثقيف، ما كانش يعمل الكلام ده، كان عامل حاجات زي اللي حضرتك والسادة المشاهدين بيشوفوها، اللي فيها ابتذال، اللي فيها عري، اللي فيها اسفاف، اللي فيها عنف، اللي فيها دم. لكن التلفزيون المصري ما كانش بيعمل ده، لانه بيحترم طول عمره من تاريخه، من اول تاريخه بيحترم عقليه وعقيده وثقافه المشاهد، ولا عمره هيعمل ده. بالظبط، انا يعني ده ده ده, ده يقين عندي، لا عمره هيعمل ده، لا هيعمل، هيرجع تاني التلفزيون المصري ويقدم الأعمال القيمة من خلال الدراما ومن خلال البرامج ومن خلال الأخبار وكل ومن خلال الإذاعة المصرية اللي بدأت سنة 1934، يعني من أكثر من بنتكلم في 80، أكثر من 80 سنة. ده التلفزيون المصري، ده الألسنة تطاولت عليه حقيقة، يعني رجل مصر المريض. يعني أنا يعني بالحقيقة بقول كده علشان كده مع الأسف يعني بتكثر الطعنات عليه. ست النائب واستاذ الاعلامي جلال عواره، وكيل لجنه الاعلام بمجلس النواب، كل سنه وانت طيب، بمناسبه طبعا عيد الاعلاميين خلاص، يعني هو رمضان، ورمضان كريم، وبنعول عليكم امال عظيمه جدا في لجنه الاعلام بمجلس النواب، وايضا للهيئه الوطنيه للاعلام، وانه فعلا مسبيرو قادما زي ما قال لنا استاذ جمال الشاعر. و يعني والملف احنا متأكدين انه ملف مسبيرو دلوقتي في ايدي امينة، وان شاء الله بعد العيد نبدأ نتابع تطورات وتحركات الملف. خلينا نروح لدكتور عادل عبد الغفار، استاذ الاعلام جامعة القاهرة، واسفين للاطالة على حضرتك يا دكتور. دكتور عادل تقريبا فقدنا الاتصال. الو، عموما احنا يظهر فقدنا الاتصال مع دكتور عادل عبد الغفار استاذ الاعلام جامعه القاهره، فقدنا الاتصال من مصر. خلينا نروح لاخر دقائق وبعض التعليقات الاخيره على موقع التواصل الاجتماعي لكاميرات اخرى. اهلا بكم من جديد مشاهدينا. بالفعل حنان، مجموعه اخيره نستعرضها سريعا من الاراء التي وردت الينا. فرج شلبي يطالب كمطلب من وجهه نظره هو الغاء القنوات الفضائيه، اما عصام شاهين فيقول لدعم مسبيرو لابد من زيادة الموازنة المقدمة من الدولة لعودة الأعمال الدرامية كما في السابق، واستخدام أفكار حديثة لمواكبة التطور الإعلامي. القنوات الناطقة بالإنجليزية التي تخاطب الخارج لا يخرج بثها خارج مصر لعدم دفع الاشتراك، لأن الاشتراك للقمر الصناعي لم يسدد. أما محمد فيقول لابد أن ينتج مسبيرو أعمال درامية كما في السابق، وأن يكون له مراسلون في العالم كله، وأن يقدم خدمة خبرية حقيقية، كما أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون مليء بالموارد البشرية ولكن تنقصه خطة متكاملة لإعادة الهيكلة. مصطفى سمير الشافعي يقول يتم ذلك بدعم مسبيرو من خلال إعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع أهميته، وإضافة كوادر جديدة قادرة على النهوض به بشكل عصري وحديث، وأيضا تقديم برامج هادفة وإيجابية تتكامل مع باقي مؤسسات الدولة في النهوض بالوطن والمواطن. وتحياتي أسرة البرنامج، تحياتنا لك أيضا مصطفى. يعني في النهاية مشاهدينا شكرا لكم على تواصلكم معنا عبر صفحة البرنامج، والطبع شكرا لكم على هذه الأراء وعلى هذا الدعم لمسبيرو. وعودة مرة جديدة إلى حنان الخولي لختام الحلقة، إليك حنان. بشكرك لا بنشكر كل يعني مشاهدينا اللي تواصلوا معنا. وإذا هنا مسبيرو، مسبيرو قادم مع الأمال العظيمة الملقاة على عاتق الهيئة الوطنية للإعلام، و خطة
إعادة الهيكلة، إعادة هيكلة ماسبيرو، السلاح الاستراتيجي والأمن القومي لجمهورية مصر العربية وإعلام الشعب الخدمي. خلينا طبعا الملف مفتوح اتفتح وموجود في مجلس النواب ومع الهيئة الوطنية للإعلام، هنتابع دايما تطوراته مع حضراتكم وإن شاء الله نشوف فعلا التطورات دي بشكل ملموس على مبنى ماسبيرو وحضراتكم يعني تشاهدوها وتلاحظوها معنا. خلينا نقول لحضراتكم على موضوع حلقتنا بكرة من همزة وصل، وهو كيف ترى مقترح وزير التعليم بمد العام الدراسي لعشرة أشهر دراسية. ده الموضوع اللي هنناقشه مع حضراتكم بكرة من همزة وصل. كل الشكر لكم أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة، وكل سنة وحضراتكم طيبين وينعاد علينا يا رب إن شاء الله ورمضان كريم.